بالرغم من نجوميتها الكبيرة إلا إنها مثيرة للجدل في أي وقت وأي مكان بتروحه، مش بس ملابسها اللي بتعمل ضجة، دي تصريحاتها كمان بتخلق أزمات على السوشيال ميديا. تعال أقول لكم مين هي رانيا يوسف وإيه سبب انفصالها عن أزواجها الثلاثة، تابعونا لنهاية الفيديو. رانيا سيد محمد يوسف اتولدت في القاهرة سنة 73، ووالدها كان ضابط في الجيش ووالدتها كانت مضيفة طيران. حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير، والتحقت رانيا بكلية الآداب في جامعة القاهرة، واشتغلت مضيفة في شركة طيران أثناء دراستها لمدة 3 سنين من وراء أهلها، وبعدها حصلت على الليسانس من قسم اللغة الإنجليزية. حبت رانيا تعتمد على نفسها بعد تخرجها، فاشتغلت مربية أطفال وكانت بتحب شغلها جدا، لحد لما قررت تخوض تجربة جديدة واشتغلت في عروض الأزياء وبعدها في مجال الإعلانات، وكمان اشتغلت كموديل وشاركت في كليبات للفنان هاني شاكر وعلي الحجار. وبعد نجاحها عرض عليها المنتجين تدخل مجال التمثيل ووافقت من غير تفكير، وفي سنة 93 شاركت للمرة الأولى بدور صغير في مسلسل العقاب، وبعدها قدمها المخرج علي عبد الخالق في فيلم الناجون من النار، وبعدها شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر سنة 97 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى للفائزة وقتها أمل شوقي سليمان، وشاركت في نفس السنة في فيلم دمي ودموعي وابتسامتي مع شريهان، واستمرت تشارك في أدوار صغيرة لحد سنة 2000 لما قابلها المنتج محمد مختار للمرة الأولى وما قدرش يقاوم جمالها ورقتها. نشأت بينهم قصة حب طويلة واتجوزوا بالرغم من انه كان اكبر منها ب 25 سنة، وانجبت منه بنتين هما ياسمين ونانسي. واشتركت رانيا في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان الراحل نور الشريف، ودي كانت نقطة انطلاقتها الفنية وكل الجماهير اشادوا بموهبتها الكبيرة. وبعدها بسنة شاركت في مسلسل العطار والسبع بنات مع نور الشريف برضو، وبعدها بقت واحدة من اهم النجمات الشباب في الساحة الفنية، وبدأت الخلافات بين رانيا ومحمد مختار، وانتهى بينهم شهر العسل بعد 11 سنة جواز، وانفصلوا عن بعض واتهمته بالبخل ورفعت عليه قضية نفقة ضده في المحاكم، وكشفت عن سبب كوميدي لانفصالها عنه بسبب التكييف. وبعدها بسنة عاشت قصة حب جديدة مع رجل الاعمال كريم الشبراوي واتجوزوا، بس الخلافات بدأت بينهم بعد اسابيع من جوازهم، وحصلت بينهم خلافات كتير لما اكتشفت انه متورط في اكتر من 100 قضية نصب واحتيال في مصر، وكمان قضية هتك عرض في دبي، واتهمته رانيا بانه وضع لها ممنوعات واسلحة في سيارتها، واتهمته بالنصب عليها في 2 مليون جنيه، وانفصلت عنه بعد 4 شهور من جوازهم. اما الجوازة التالتة كانت من رجل الاعمال طارق عزب، وعاشت معاه في قصة حب كبيرة واستقرت معاه لحد لما شاركت في فيلم واحد صحيح، وحصل بينهم خناقة كبيرة بسبب مشاهدها في فيلم واحد صحيح، وانفصلت عنه بعد 6 سنين من الجواز. رانيا يوسف ما عندهاش مانع انها تتجوز للمرة الرابعة، بس عندها شروط غريبة جدا اعلنت عنها، وهي ان يكون ليها غرفة منفصلة بحمام خاص وزوجها نفس الكلام. كمان اشترطت ان يبقى عندها مروحة سقف لان عندها مشكلة مع التكييف في الصيف والشتاء، وده كان احد اسباب طلاقها الاول. يا ترى بقى هنشوف رانيا بفستان الفرح من جديد ولا هتفضل سنجل؟ اكتبوا لنا انتوا بقى في التعليقات ايه اكتر دور بتحبوا ليها.